مخلل او مش مخلل. اعزائي المشاهدين مساء الخير واهلا بيكم معانا ولمه حلوه جديده. ولمتنا النهارده هنعمل فيها اصناف جديده. انا بالنسبه لي الشوربه جديده تماما، شوربه خيار. اي حد لازم يسمع كلمه خيار هعمل كده على طول. وشي وميزو ازيكم؟ ذكر بس اكيد هتقول لاي حد شوربه خيار هيروح باصص ازاي يعني يعني ايه شوربه خيار بجد غريبه جدا. مش خضار؟ مش خضار بس مش كده الحياه مش كده يعني. طيب عندنا شوربه خيار وسلطه تبوله وورقه سجق دي زي ورقه اللحمه يعني. اوكي. رز بشعريه، كنافه بالكاسترد والبسكويت. طب نخلي رز بشعريه اخر حاجه عشان لو ما فيش وقت ما نعملوش يبقى ده اسهل حاجه الناس ممكن تتصرف فيها يعني. شوربه الخيار بس احنا كنا عايزين النهارده هنعمله واحنا بنشتغل في السجق. اوكي مش هاخد وقت خلاص. طب خلاص نحطه على النار. اوكي اتفضلوا المقادير. تمام المقادير نقول الاول ايه؟ نبدا بالشوربه. اوكي عندنا خيار مبشور، بصل مفروم، توم ومرقه وكريمه لباني وملح وفلفل. تمام. ومعانا سلطه التبوله، بقدونس مفروم، برغل وعصير ليمون وطماطم متقطعه صغير قوي وملح وفلفل. اوكي. وورقه السجق معانا عباره عن سجق شرقي وفلفل الوان وفلفل اخضر وفلفل حامي وبطاطس مكعبات حمرتها. حلو ده. تمام. حلو. وبصل حلقات وراس توم وكركم وبابريكا وفلفل اسود وكرفس وملح. اوكي. تمام. وهنعملها بطريقه مش هتكمل معاكي 3 4 دقايق. هايل. بالظبط. هايل بس حلوه حته البطاطس دي. ده بجد. انت هتشوفيها والله مش فعلا مش هتكمل معاكي 3 4 دقايق في الفرن. ده حلو قوي. والكنافه وهنقول الرز بالشعريه برده هيبقى رز فلاحي سوري رز مصري وزبده فلاحي وشعريه وملح وهناخد سنه عصير ليمون بميه وهقول لك ليه. حلو ده انا احب الاختراعات وتقول لي ليه. تمام. وكنافه بالكاستر والبسكوت عباره عن كنافه وكاسترد وبسكوت. كنافه وكاستر كريم كاستر كريم وبسكوت مطحون ومكسرات او فواكه للتزيين. اوكي. تمام. يلا بينا. يلا بينا. وشي عقبال ما ايه هو انا ممكن اطحن البسكويت بتاع الكنافه لحد ما ميزو ايه ياخد البروسيس بتاعت السجق والكلام ده. تمام. فانا عندي بسكويت شوكولاته. اوكي. شلت منه كريمه. اوكي. وهنطحنه. طب هو لازم يبقى بسكويت شوكولاته؟ مش ممكن يبقى بسكويت عادي؟ ممكن. بس احنا يعني الشوكولاته بس يكون اللي هو الاستراسل ده اللي هو اللي بيقرمش زي ال اللي قرمشته واضحه شويه. بالظبط. هو ما بيبقاش زي الباودر خالص كده. لا عشان بس ما يقعمش في ال بصي هنحط ايه الفلفل الحلقات كده زي ما هي بحالها اهو عشان اقطع يعني عشان اقطع فيه كتير لان دي هتبقى من ضمن الحاجات برضو الايه هتاخدي صباع السجق كده فيبقى معاه حته فلفل تمام. كبيره تمام وتحسي بالطعم بتاعه وهو عشان مش هياخد وقت في السوى. اوكي. ف الى حد ما نديله ايه نديله الطعم بتاعه شويه والفلفل اهو. شكل الالوان يا جماعه الواحد ما يستهترش بالحاجات دي. شكل الالوان في الاكل قد كده بيبقى يفتح النفس حقيقي. بيفتح النفس وقيمه غذائيه ويعني وشكل الطبق بيبقى حلو يعني اللي هو ايه برنشه منها فيها زي ما بيقولوا. طيب ادي البسكويت عند الطحن اهو. اوكي. انا اقول انعمه بس مش اللي هو باودر يعني مش لدرجه الدقيق لا يعني. بصي حسب الحاجه اللي انا بعملها في حاجات بتحتاج اللي هي تبقى تصدق ان برضو حته سنه القرقشه ايوه دي حلوه برضو حلوه يعني اللي هو زي السكر انت ممكن تيجي هنا بقى انا كده انا بس ايه هقطع دول اهو هنقل. بصي انا الفلفل بس بطلع البذر بتاعه عشان لو في اطفال هتاكل ولا حاجه ما تروحش في اتجاه صعب قوي يعني برضو او لو رانيا هتاكله يعني او او نديل او هبه او نرميس. والاكله دي حلوه والسجق الشرقي بتاعنا حلو وطعمه حلو ومستساغ وممكن نعمله في البيت. ممكن ايه؟ نعمل السجق في البيت. اوه ده بعد رمضان بقى وعليك خيرتك وتعرفونا طريقه السجق في البيت. ناخد السجق الشرقي بتاعنا هو بص انا مش هعمل حاجه خالص اهو دلوقتي. انا كل اللي انا هعمله تمام ان انا هاخده زي ما هو كده اهو احمره هديله بس صدمه يقفل لي المسام بتاعي مش المسام بقى اللي هو المشم. طب سين سؤال بتحط الصدمه دي في زيت ولا هي كده بس؟ اصل على فكره انا بحس ان هو بينزل شويه دهون دهونه بتنزل فعلا هو بيبقى حاجه بيحتاج دهن صغير قوي يعني ميزو بص انا حطيت حاجه يعني مفيش تمام وعلى طاسه سخنه خالص اهو
عشان يقفل المسام بسرعه. وخلي بالك انا بس ايه هلسعه كده. طب انت مع ولا ضد الناس اللي بتقطعه بالورب كده؟ عارف يعني انت بتقطع كل الصباع سجق السجق اي على بعضها. هو ما بيقول لك لو اتقطع بالورب راح. يعني اللي بيتقطع بالورب ده اللي هو الهوت دوج. لا كتير قوي بيعملوا لا هيروح. طب بقول لك ايه، ما لو اتقطع بالورب واتفتح واللحمه طلعت منه. ما ايوه بقى لحمه مفروم. ونعمله في البيت. يعني ده تفاصيله صغيره جدا يعني. لا على اساس ان هو حتى لما بتقطعه بالورب هو بيقفل، لما بتحطه في الزيت بيروح قافل على نفسه. طيب انا عايز اقول بس البروس الصغيره دي كده، دي كنافه دخلت الفرن. هاخدها. الايه؟ دي انا هاخدها عيني فيها. دخلت الفرن اتحمصت طلعت خلت عسل. ثانية حمصتها بشوية زبدة. زبدة؟ ودخلت الفرن. ودخلت الفرن. ما فيهاش أي تفاصيل يعني، هي شوية زبدة وشوية سكر بودرة عليها خفيف كده. اوكي. ودخلت الفرن، أول ما بدأت تتحمص طلعتها وخدت العسل بتاعها. تمام. بقت بالشكل ده. تمام. وعندي كاسترد باودر. حطيت منه معلقتين على نص كوباية على نص لتر لبن. نص لتر لبن ساقع، بحط عليه معلقتين كاسترد اللي هو بيبقى موجود في السوبر ماركت ده. وابدا ادوبه على النار لغاية ما يتقل ياخد القوام ده. خلاص كأني بعمل كاسترد عادي يعني. انا بس بحبيت اقول للناس عشان خاطر لا مش لازم في يعني علشان يعني ياخد القوام نفسه يعني. بالظبط. بس كده والبسكويت عندي طحنته. اوكي. ونبدا بقى ايه نشكل الكاسات بتاعتنا. طبقات طبقات. طبقات ايه بقى؟ حط الاول. انا حطيت اهو الشعريه. اوكي. قلبناها. وحطيت الزبده معايا السمنه انا بسخنها اهو. بصي انا كده بعمل ايه؟ بروق السمنه. يعني ايه بروق السمنه؟ ان انا بفصل ان هو نسبه الدسم بتاعتها واخليها زبده رايقه. اوكي. عشان ما تبقاش تقيله وان احنا ما نتعبش والكلام ده كله، وبنفس الطعم الفلاحي بتاعنا. اوكي. بس بقى هنا عندي ايه؟ ايه؟ حطيت شعريه زياده. ملاحظه ان انت حاطط كميه شعريه. فلاحي بقى. عندي صوص كراميل وعندي صوص فراولة. كراميل. كراميل. انا احب الكراميل. ده الكراميل اهو. احمره كويس. بس بقى احنا هنعمل ايه؟ اسويه هنا. اوكي. ماشي؟ تمام. عشان دي لما هترفعها هبتدي اعمل منها اللي هقول لك بقى ايه انها تخليها اسرع واسرع. بس بقى ايه المزاج في ال هنحط الكراميل في الكاس من تحت. على الجناب كمان وكل كده. الله. مش عايز اكتر برضه عشان ما يبقاش ايه. انا عايز اقول لك الحاجات اللي موجوده عندي انا بستغلها، انا ما كانش في دماغي ان انا احط الكراميل ده بس ايه. بس هي طلعت فكره. حلو ده. احط كده. بص انا هعمل ايه؟ انا هاخد شريحتين بصل من اللي هحطهم في السجق هحطها معايا في البطاطس. في البطاطس؟ سوري في الرز مع الشعريه. صايم انا اسف. خلينا صايمين بقى. ليه بقى؟ دي تدي تيست يعني؟ هتعلي التيست معايا قوي. والله. وهكرمل اسيبه مع الشعريه يتكرمل معايا. اوكي. طب مش اغمقك كده كفايه؟ ما انا عايز الشعريه تغمق. ما هي غمقت قوي اهي. كفايه بقى. حلو كده؟ هتحرقها ولا ايه؟ لا لا. اقوم نازل بالرز بتاعه اهو. اوكي. كفايه كوبايه. وبعدين؟ بص هنا احط الملح بتاعي الاول. حلوين. شيل 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 الحته شيلهم بمعلقه شيلهم بمعلقه. ملح كتير وقع؟ شيلهم بمعلقه. هي كويس انها جت في المعلقه. زود بقى شويه رز. هي كويس انها جت في المعلقه. زود بقى شويه رز احتياطي كده. لا لا هو بتاع سفره فكده حلو قوي. هو ما راحش قوي. انت بتحط ايه بقى؟ شويه مكسرات؟ دي شويه مكسرات. اوكي. على البسكويت من جوه كده. المطحون. شويه مكسرات مطحونه اللي عندي بقى. عندي شويه سوداني، عندي شويه فستق، عندي شويه بندق. عندي شويه جوز هند، شويه اي حاجه. اي حاجه. اللي عندي. بص ماشي. قول. كمل. طيب انا عايز اقول حاجه، الصوص اللي انا حطيته بص لما بنيجي نحط بيلزق البسكويت فبيدي شكل للكاس شكله حلو كانك مليها بسكويت من تحت. وبعد كده هتحط ايه؟ الكنافه. هتحط الكنافه. هنحط طبق الكاستر الاول. نحط طبق الكاستر الاول كاستر وبعدين الكنافه فوقيه. خلاص ونرجع تاني بقى الميزو. طب انا اجيب معلقه الكاستر دي. شايف الزبده رفعت ازاي فوق اهي؟ تمام.
وادي حطيت المعيار الميه بتاعي. اوكي. الحته اللي انا بقول لك عليها بقى ان هو يطلع ابيض وحلو. اه. هديله معلقه ليمون. ده بيخلي الرز يبقى ابيض ابيض ابيض. اه. لما تيجي ما يعكرش، ما لونه ما يصفرش. اه حلو ده. معلقه ليمون واحده. معلقه ليمون واحده. حلو ده. عشان انا حطيت زبده كتير، عايز الزبده بقى الرز الفلاحي. طيب معانا كريمه من اسكندريه. الو يا كريمه. ايوه ازيك يا مها؟ اهلا وسهلا، ازي صحتك؟ ايه يا قمر؟ الحمد لله. ازيك انت يا حبيبتي؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. طبعا مبسوطه جدا اني بكلمك النهارده والله يا مها. احنا مبسوطين بيكي اكتر والله. ربنا يخليكي. ازيك يا ميشو يا اوز؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ عاملين ايه؟ الحمد لله والله. الله يخليك. ايه الاكل الجميل والحاجات الجميله دي؟ اه شفتي بقى، انا مبسوطه بحكايه كثافه الكنافه دي، عارفه اسهل من الكنافه اللي احنا واخدين عليها، وبتبقى سريعه فعلا. اه جميله جدا جدا، وسريعه للاطفال، بتبقى لطيفه جدا كمان، وللضيوف تقدميهم في عزومه. وكمان برضو الجلاش برضو لما بيتعمل كده زي الكاسات برضو بيبقى خطير. بالظبط كده بالظبط. انت شكلك قروبه في المطبخ. اه طبعا، ده عشي المطبخ، ده بموت فيه والله. طب هاي برافو عليكي، برافو عليكي. انا ما كنتش بحب قبل وشي وميزو، ما كنتش بحب المطبخ، بس بصراحه حبيته. لا هم بصي يعني الابتكار عندهم حلو، وحته طريقه أيوة. البديهه، وان هم بيعملوا حاجات كده يعني ايه، مسافه ما بتيجي كده في خاطرهم على طول. هو بالزبط. ده المطبخ بقى بالظبط، اللي هو الابتكار، ان احنا كل شويه نبتكر حاجات جديده. صح كده. انا بقى عايزه بجد احييهم، وعايزه كمان اقول لهم ان كل حبايبي واصحابي بقى عماله بقى اقول ميشو وميزو وكده، فكل عمال بقى يتابعكم دلوقتي، واديك شايف بقى كميه المكالمات. هتعرف وشي بقى كوكا ومدام سهام وشيري وناني، كل الحبايب بقى عمالين يذيعوا بقى على البرنامج الخطير الجميل. يا حبيبتي ربنا يخليهم يا رب، ربنا يخليهم ويخليكي. ميرسي ذوقك يا حبيبتي، ميرسي قوي يا كريم. وبعدين عارفه كمان خفه الدم كمان فيكم انتوا كمذيعية، كل يوم التنوع والتجديد دوت بجد مطلوب، وحاجه جميله جدا، علشان بنشوف كل المذيعات الامارات الحلوين اللي زيكم. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ميرسي جدا جدا، ده من ذوقك بس، ميرسي جدا. احنا بنحاول بس نكون قريبين من الناس وطبيعيين زي الناس، ما بنعملش اي تكلف ما بيننا وما بين المشاهد. وطبعا عندنا اوشي وميزو ده مون شربات اساسا. ربنا يبارك. بصي انا بخرج اهو السجق. اه. عشان البهاريز اللي نزلت. خدت تشويحه بس لسه مش اخر حاجه في السوا. بالظبط. اوكي. طلعته يعني خلاص، بس هو استوى. اه. يعني لو كلتيه كده هيتاكل. شغال. مش نايل. اه. تمام؟ اوكي. اهو. انا عايز بقى ايه؟ عايز دلوقتي، شفتي ال 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 الدهن اللي طلع من ال من السجق؟ هتحل عرق الطاسه بيه. يا سلام. انا موجود احل عرق الطاسه. عيب. والله العظيم اي حاجه تحل عرق الطاسه على طول. نقطة خل اهو. على بقيه ال ايوه الدهون دي هتطلع كلها. بس اروح مقلب فيهم الفلفل. لا والبطاطا. لا مش هقلبه، هقول لك اعمل ايه. امال ايه؟ ما بقول لك نعملها طريقه جديده النهارده. طيب. بس اخد اهو وشي شغال في الكنافه، حط الكاستر حطيت وبعدين الكنافه. هنقول الاول تاني طبق الكراميل صغيره، صوص كراميل كده وبسكويت شوكولاته، وبعدين حطيت شويه مكسرات مكسره كده، وبعدين حطيت طبقه كاسترد. اوكي. وبعدين حطيت شويه مكسرات صغيرين تاني، وادي الكنافه بقى. بصي كمان الكنافه معايا هشه ازاي، فهتدي تيست عالي قوي للكاس ده. تمام تمام. بصي يا جماعه الكنافه عامله ازاي، هشه خالص. تحفة. هشه وشرب عسلها. بالظبط. تاخد أوكي. تخش الله. الفرن مع شويه وبعدين بقى سكر بودره وحبه دفترة. وحب ليه ده افترا؟ لا ليه؟ ده ظلم الانسان لاخيه الصقر. ده هو ده الحاجه الحلوه اللي بتبقى بعد الفطار. طيب بقى عارف الايه؟ انا كذا هروح فيها عشان. طيب احنا معانا فاطمه من القاهره. الو يا فاطمه. الو. اهلا. ازيك يا مها؟ اهلا وسهلا بيكي. زي الشيفات. اهلا وسهلا يا فاطمه، اهلا بيكي. بتستحوا نفسنا على الاكل، حرام عليكم. ربنا يخليكم. بيعملوا وشميت الريحه والله يا فاطمه، انا بتعذب هنا. ايوه. اه صعب قوي، معلش. بس بتستفيدي حاجه يا فاطمه بجد؟ اه طبعا والله انا بجد افكار، يعني الكنافه دي لقيتها لطيفه جدا. بدل ما النهارده كمان عامل لكم شوربه خيار بقى، بص دي حاجه قنبله بقى. شوربه خيار. عمرك سمعتي عنها ونبي يا فاطمه؟ اول مره اسمع عنها. لازم تجربيها وتقولي لي ايه رايك. ايه؟ هجربها وهتصل. انا هعملها على طول، اخلص كاس الكنافه ده واخش اعملها على طول اهو. اوكي. بس انا دلوقتي عاوز اعرف حاجه. قولي يا حبيبتي. عاوز اعرف البيكاتا مشروم. الايه؟ بيكاتا مشروم. بيكاتا المشروم. حاضر. حاضر. حاضر يا حبيبتي. ميرسي كتير. ميرسي ليك يا حبيبتي، اهلا بيك. انا بعرف اعمل بيكاتا مشروم. بص يا مها،
انا عملت ايه؟ انا عملت حاجه زي الطش. اوكي تمام. حطيت زبده، حطيت البهار بتاعي كله، حطيت توم، وادي هاخد نص. يعني الكبشه اللي انت خدتها دي كانت زبده؟ كانت زبده يا مفتري. بقول لك بقى هناكل بقى ايه؟ واهو تمام. اوكي واسيبها معاها لغايه اما التوم اللي فيها يتحمر. وحطيت بهاراتك ايه بقى؟ حطيت البابريكا، حطيت ال 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 ملح وكركم. لا لسه الملح ما حطوش دلوقتي، الملح حطه اخر حاجه. اوكي هسيبها تستوي. شويه كركم بالظبط، هسيبها تستوي. ممكن اخدها على نار هاديه. هو الكركم ملوش وظيفه غير اللون، اللون هيلون لي دلوقتي. تمام. ونبتدي نعمل الورقه بتاعتنا اهي. بصي طيب معانا من الشرقيه، شرقويه زي ناني. اهلا يا ناني. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. مبروك البرنامج الجميل ده، وانا لسه من المتابعين الجدد. ربنا يخليك. طبعا مدام كريمه شكرتني في البرنامج فقلت لازم اتفرج عليه. شرف لينا يا حبيبتي. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك. انا بشكر استاذه الشيفات اللي مع حضرتك. الله يبارك فيك. ميشو وميزو. اهلا اهلا. بقول لهم تسلم ايديكم، اكلكم جميل جدا. تسلم. وانا اول مره اسمع عن شوربه الخيار بصراحه. دي جديده. كلنا والله. انا كل شوق ان انا اشوفها يعني دلوقتي عملي. ولازم نجربها بجد. لا ولازم تجربيها يعني، وتشوفيها وتجربيها. انا سمعت ان حضرتك بتقولي ان انت مش شرقيه. انا مش شرقيه. يا الشرقيه منورين في كل قناه. ربنا يخليك. انت منين من الشرقيه؟ انا من الزقازيق يا حبيبتي. وانا من ابو حماد. من المنتزه من الزقازيق. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. نورتي نورتي. ربنا يخليك يا رب. منوره. وعلى فكره انا بتابع حضرتك في برامج كتير من زمان. ربنا يبارك لك. اول مره اكلمك فانا مبسوطه جدا. ده شرف ليا يا حبيبتي. شرف ليا. ميرسي جدا جدا. ميرسي جدا. اهلا بيكي يا استاذه. كل سنه وانتم طيبين. اهلا بيكي. اتفضلي يا حبيبتي. واحنا شغالين اهو هحط بس احط الحاجه بتاعتي في الورقه اهي. البصل جوليان. اوكي تمام. نقول البيكاتا. نقول البيكاتا طبعا. تمام. البيكاتا في منتهى البساطه سواء لحمه او فراخ. نجيب الاول اللحمه او الفراخ ونحطها على الجريل او نحطها في طاسه ونحط عليها ملح وفلفل ونسيبها تتحمر. تمام. تتحمر الاول. تتحمر. اوكي. انا احط حته زبده كده صغيره واقوم حاطط الفراخ او اللحمه بتوعي واسيبها تتسوى. وش ظهر تتحمر تاخد لون. تاخد لون رسمي. ايه اللي هيحصل؟ هتغمق. هتغمق وهيبقى فيه بعد ما ارفع اللحمه بره او الفراخ بره هيبقى فيه نقطه خل. يبقى البهريز ده بالظبط نقطه خل او ميه بليمون او مفكك البهريز بتاعتها ولففهم كويس جدا واقوم ساقيها شوربه. وبعد الشوربه ماسيها ومديها كريمه. وبعد الكريمه ما احطها افضل اقل فيها لغايه اما القوام يتقل اقوم مرجع مره ثانيه الفراخ فيها. وادوق. لقيتها محتاجه ملح هديها. لقيت الشوربه اللي انا سقيتها ملحت وظبطت معايا خلاص مش مستاهله تاني. وامتى بنحط المشروم؟ المشروم حسب. لو فريش امتى احطه؟ ولو لو فريش يبقى في الاول. لو فريش يبقى في الاول عشان ياخد سوى شويه. اوكي. لو مش فريش يبقى ممكن يبقى في الاخر ثلاث دقايق. انا عايز اقول لك على حاجه، انا هاكل النهارده بالكتا في البيت. بجد؟ اجي ادوق؟ مراتي بقى بص بتعمل اكل برضو عالميه يعني. طبعا لازم. بص طب معلش سريعا كده، انت حطيت البصل؟ انا حطيت عشان هنطلع فاصل. ايوه حطيت بسرعة. الفلفل. وادي اهو. وده اللي احنا عملناه بقى اللي هي شويه سامع التش؟ تش. سامع التش دي؟ موتتني. التش دي هي التش دي. التش دي ونقفل عليها هتبقى ورقه السجق. ورقه السجق هتخش جوه. اديها سنه ملح. هات يا مفتري. واديها لك على صوص كراميل تاني؟ طيب ولا كفايه؟ لا خلاص كفايه كده. خلي بالك لان السجق مالح. بس يا دوبك الرشه دي وخلاص. اوكي ونقفلها وندخلها الفرن لمده 10 دقائق. 10 دقائق. طيب نطلع لفاصل ونرجع مره ثانيه مع اوشي وميزو ونشوف هيعملوا لنا ايه في شوربه الخيار. يلا بينا. ورجعنا مره تانية واخر خطوه عملها ميزو قبل ما يدخل السجق الفرن انه حط البطاطس اللي اوريدي متقطعه مكعبات وحطها على الوش ودخل بقى كله كده. احنا محمرينها وحطيناها في الفرن كده ما تاخدش معايا وقت خالص في الفرن. طبعا مش هتاخد سوا. والطشه اللي انا عملتها 10 دقايق هي اللي هتكسب الطعم جوه. تمام. يلا بينا. وده كاس اقول بس انت عملت فيه ايه سريعا عشان الناس ما تنساش. لا خلاص انت كده الكراميل. وبعدين بعد كده حطيت الباودر بتاعت البسكوت بالظبط
وبعدين بعد كده شويه مكسرات وطبقه كاسترد، وبعدين حطيت طبقه مكسرات تاني. الطبقات بقى زي ما انتوا عايزين، حطوها زي ما انتوا عايزين. شكلت بقى، عملت البسكويت زي ما هو كده، عملته زي حلوة حركات كده. حركات في برضه في رمضان ممكن في طريقه حلوه كمان في الفاكهه. احنا الفاكهه الحمد لله موجوده دلوقتي متوفره في السوق حلوه يعني. احنا ممكن نعمل ايه؟ نجففها، ناخدها برقوق، نعمل بيه نسقيها شويه عسل نحل ابيض مش اسمر، وندخله الفرن. يعني اجيب البرقوق اسيه شويه عسل نحل، البرقوق عسل نحل بميه تمام، والاناناس الكمثرى المشمش اسقيه عسل نحل ومدخله الفرن. طيب. لغايه اما يستوي او وشه يبتدي يحمر، او مطلعه بره وسيبه ينشف خالص يهرب ميته كلها. يبقى ده معانا حلو ومحفوظ اكتر، اقدر اشتغل كده. احطه في الفريزر؟ ممكن احطه في الفريزر. لا والله. اه طبعا. طب حلو قوي الاختراع ده برضه. طيب انت هتعمل التبوله؟ انا بعمل التبوله. هتعمل لنا شوربه الخيار العجبه. انا حطيت مكعب زبده صغير وحطيت بصلايه، وهبدا اقلبها كده. انا حطيت مكعب زبده صغير عشان احط واحد تاني مع البصلايه مع فص الثوم لما ينزل. يعني حطيت حاجه صغيره كده اقلب فيها البصلايه. تمام. طلع ريحتها. بس وهديها. البصلايه مغمقه شويه وفيها ايه؟ لا مش مغمقه ولا حاجه. مش مغمقه؟ طيب انا بتهيألي. سوري انا شفتها غلط. وحطيت مكعب زبده تاني صغير، واحط فصين ثوم كده ايه؟ اوكي. حلوين. لا مش فصين، فص واحد. يعني خلاص لو انا مثلا اسره اربع افراد هحط فص واحد. اوكي. بحيث نطلع اربع بولات حلوين كده. تمام. هديها التشويح. فص الثوم بقى مع البصل هيديني ايه؟ ثوم مع بصل. اه ريحه. ومعانا سهام من القاهره. الو يا سهام. صديقتي البرنامج. صديقتي. الو. مساء الخير يا مها. اهلا وسهلا. ازيك يا سهام؟ اخبارك ايه؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه وانت طيبه يا مها. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ميزو اوشو طيبين. كل سنه طيبين. ربنا يخليكي يا رب. وسلمي لي على ميزو على اوشو. يا هم. لو ما كنتيش اتصلت النهارده كنت هزعل. عز لي الطبق بتاع السجق ده. حاضر. شفتي؟ عينيا. شكله تحفه. وبالبطاطس محمره. وتقول لي البلح الشام بيتعمل ازاي؟ حاضر. عينيا. وبعدين؟ بهدي سلامي لمدام كريمه عشان هي اللي عرفتني القناه دي. بجد والله ربنا يخليها. والله هي اللي عرفتني القناه دي. هي جميله والله، هي كريمه فعلا. كريمه دي عسل. والله. والله يا ريت تنورونا هنا وتطبخوا لنا حاجه معانا كده. يا ريت يوم. والله العظيم عايزين ان شاء الله بعد رمضان هنفكر ان احنا نعمل يوم في الاسبوع. يعني اصدقاء البرنامج بجد المتميزات في المطبخ يجوا يجربوا معانا، واللي مش متميزات يجوا يتعلموا من اوشي وميزه. ده حقيقي. طيب بصي جدا يا مدام سيام، ما تنساش بلح الشام. بلح الشام. لا تزعل مني. لا 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 ماشي. بصي انت كده بقى قلبت البصل مع الثوم بدات تصفر معايا اهي سنه، هروح حاطط الخيار. انا باشر خيار. بصي بقى هو ليه كذا طريقه ممكن اعمله بيها. ممكن اقطعه سلايز والفه مع البصل. اوكي. ممكن اقشره خالص من الخضار لو انا مش عايز الشوربه خضراء قوي. هقشر طبقه الخضار واحطها، لو عايزها خضراء هخلي الطبقه زي ما هي. اوكي. تمام؟ وهبدا بقى ايه؟ ده قد ايه تقريبا؟ ده حوالي كيلو نص كيلو مثلا. نص كيلو تقريبا. اوكي. وممكن ادي ولا اخليها؟ بصي لو انا حطيت خيار قليل هدي نص معلقه دقيق تديني قوام للشوربه. تتقلها سنه. انا حطيت كميه معقوله فخلاص مش هحتاج اللي انا احط دي. اوكي. حسب الكميه، انا ممكن مثلا عندي خيارتين في الثلاجه. فهعمل ايه؟ هعمل ايه؟ احط نص معلقه دي. شوربه. عيب شوربه. هحط نص معلقه دي. التبوله اهي اديتها البرغل بتاعها اهو. تمام؟ انت عارفه التبوله برغل. تبوله برغل طبعا. ماشي؟ وادي عصير الليمون بتاعي اهو. وادي الملح والفلفل. تمام. التبوله دي سهله خالص يعني. تمام. طب احنا معانا استاذ سيد من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. أهلا بيك، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب. سلامة. ممكن بس أعرف طريقة عمل الزلابية. الزلابية. عنينة. أنت بتعمل حاجات في المطبخ ولا إيه يا سيد؟ ده حاجات بسيطة كده. حاجات بسيطة، نفسك تحلي أنت بعد الفطار. أنت عارف سهلة جدا على فكرة، بس محتاجة تتخمر شوية فديها شوية وقت يعني. لازم. هيقولها لك حاضر حالا يا سيد. وتقعد تلت فيها كده زي كده. نقول بلح الشام. لازم تتضرب جامد. نقول بلح الشام؟ نقول بلح الشام. بلح الشام انت خد بالك بلح الشام شبيه شويه للزلابيه. قريب شويه.
بتجيبي كوبايه ونص ميه تمام، وتجيبي كوبايه لبن كوبايه دقيق وعليهم ربع او ثلث كوبايه زبده. اوكي. تحطي الميه مع الزبده تسيبيهم لغايه ما يغلوا وتقوم حاطه عليهم الدقيق وتقعدي تلفي فيه لغايه ما يبقى معاكي حته كوره في قلب الكوره دي، وانت بتلفيها هتلاقيها هي بتلم جناب الحله نفسها، هي بتلم كله، بس هتبقى معاكي حته كوره كده يعني. وانت عماله بتلمي في الميه والدقيق دول هتلاقيها لغايه ما بقت عامله ايه زي حته الكوره كده، وتلاقيها نضفت الحله كلها. تاخدي الكوره دي زي ما هي كده اهو، تحطيها على صينيه وتفرديها لغايه ما تبرد خالص، تبرد تماما، مش تبقى ساقعه بس تبقى بارده. تلمي العجين ده مره ثانيه وتجيبي ثلاث بيضات، ثلاث بيضات وعليهم ورقه فانيليا، وتنزلي بيضه بيضه، تنزلي بيضه بيضة. اهم حاجه انك تنزلي بيضه بيضه، لانك لو زودتي البيض عليه وما ادالكيش القوام يعمل زفاره. اوعي اوعي، اكتر حاجه بتزفر بلح الشام، بلح الشام بالذات يعني بيبان فيه جدا الزفار. حطي بيضتين، ما تسمعيش كلام ميزو، ما انا عشان كده قلت لو البيض صغير، لو البيض صغير هتوصل معاكي، ولو كبير حطي بيضتين برضه، هما بيضتين كبير صغير حطي بيضتين، تضرب كويس لغايه ما معاكي عجين تحطيه في الكيس بتاع الحلواني وتنزلي في الزيت وهو بارد. يعني تحطي بس بمجرد ما تولعي النار تقوم تنزلي الزيت بارد، الزيت بارد تسيبيه يسخن معاه، اول ما يسخن هتلاقي البتاع ده قب، تلاقي بلح الشام ده طلع عام على وش الزيت كده تمام، تروحي طيب. شايلاه وتبردي الزيت تاني، الزيت تاني وتحطي تاني. شفت انا بستفيد من الدروس ازاي عشان تعرف تلميذه نجيبه. بصي يا ماما، طيب هنكمل هنا وبعدين نرجع نقول لأمة القاضي. دلوقتي انت قلبت الخيار، بصل خيار قلبته مع بعضهم، بدا يجيب هو بصي ميته. اوكي. وفص توم وقاله وحطيت مرقه، مكعب مرقه. أوكي. وحطيت شويه ملح صغيرين، شويه فلفل، وادي الميه السخنه بتاعتي اهي. اوكي. لو عندي شوربه طبعا، بس انا كده كده حطيت مرقه. اول ما ياخدوا الغلوه بتاعتهم تكون هي كده عندي ايه، خلصت خلاص. لان خد بالك انا الخيار مبشور فما بياخدش سوا. حلو قوي. طب اول ما تغلي تبقى خلصت خلاص، وايه بقى نحطها في الخلاط؟ وهنضربها في الخلاط مع شويه كريمه. مع شويه كريمه لباني. اوكي، شكرا بقى. اختراع لسه. اختراع يا كوتش لسه. بصي بقى على طبق ازاي التبوله اللي قدامي ده، رائع. رائع، الوانه حلو قوي، الوانه جميله التبوله ده. انا عايز اسال سؤال، هو البرغل هو القمح، هو كسر الكسر الكسر القمح كسر هو القمح. مش الجنين، هو السويداء اللي هو بيطلع منه الدقيق، اللي هو قلب القمحيه غير مكتمله. يعني ثانيه واحده، له علاقه بالفريك ولا هما شخصيتين مختلفين؟ الحبه المكتمله يعني، هو كله في اطار واحد. كله دقيق، كله حبه القمح، كله حبه القمح. اوكي، قربت تغلي يا معلم. خلاص خلاص كده بتغلي، خلاص هتغلي. احنا قدامنا قد ايه؟ قدامنا قد ايه؟ طيب ايوه، سؤال مهم. خمس دقايق. حلوين خمس دقايق. لا حلوين ده كتير، خمس دقايق ده رضا. انا هستنى عليها دقيقه واضربها. اوكي، نقول لقمه القاضي. حاجه في الفرن، نقول لقمه القاضي. لقمه القاضي عباره عن كوبايتين لبن وكوبايه ونص دقيق ومعلقه صغيره خميره ومعلقتين سكر صغيرين ومعلقه لبن بودره. تاني 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 تاني. كوبايتين لبن، كوبايتين لبن، كوبايه ونص دقيق، كوبايه ونص دقيق، معلقه صغيره خميره. اوكي. خميره جافه، ولو ما فيش خميره جافه يبقى معلقه كبيره خميره بيره. اوكي تمام. وتاخد معلقه كبيره لبن بودره ومعلقتين سكر. ايه اللي بيحصل؟ انت بتضربهم لغايه استوى 100%. ادي الرز بتاعنا استوى اهو. اوكي. انت بتضربهم مع بعض، هتلاقي العجينه كل دول نحطهم مع بعض، هيتضربوا مع بعض. يتضربوا بقى ماشي. يتضربوا يتقلبوا بالزبط. ولا يتضربوا في خلاط؟ لا يتضربوا بايدينا. بايدينا. اوكي، بنقلب. هتلاقي العجينه، عشان طبعا اللبن اكتر من الدقيق، هتلاقي العجينه عامله ازاي، عامله زي الطحينه الثقيله. اوكي تمام. يعني مش هتبقى عجينه ماسكه نفسها، ومش هتبقى عجينه سايبه زي بتاعه الكريب. هتبقى عجينه عامله زي بتاعه الطحينه دي، تفضل تضرب فيها على الاقل 15 دقيقه بايدك، تقعد تلت فيها بايدك تك يا نهار ابيض تك لغايه اما يعني ماله الراجل اللي على اول الشارع منزل اشتري منه. الشرط بتاعها ان انت بعد ما تضربها تسيبها تخمر لمده ساعه، ده الشرط بتاعها، لغايه اما تطلع الفقاقيه بتاعتها من قلب العجينه. اعرف منين انها خمرت، انها لما تطلع الفقاقيه بتاعتها دي تمام. بمجرد ما تظهر تبتدي تصبعها على ايدك كده وتنزلها في الزيت، الزيت يكون سخن. ثانيه واحده، تمسك كده تاخدها معلقه صغيره من ايدك كده ومعلقه صغيره وتبتدي تعمل كده وترمي، واعملها كور صغيره ونبقى الكور الصغيره دي بتبقى اعملها على مرحلتين.
مرحله لما لقمه القاضي تطلع فوق وتلاقيها ابتدت تاخد لون الصفار ومطلعها برص، سيبها تهدى ومراجعها زيت مره ثانيه. نعم. ليه بقى؟ عشان تعمل كراست بقى. هي دي اللي بتخليها تقرقش؟ يا شيخ الله. اصل هي بص دي لو معجنه دمها زي السم. لا مش حلو. لازم تبقى مرقشة. في ناس تقول لك حط بطاطس. سمعت عندي. الله اعلم. يعني انت بتخليها تبقى اللون ذهبي فاتح شويه. بالظبط. اطلعها. بالظبط. على منديل. تنزل الزيت بتاعها الاول. تنزل الزيت بتاعها واروح مرجعها تاني. بالظبط. بس تاخد بقى اللون الحلو وبعد كده انزلها في العسل. البراون بقى واخد نزلها في عسل اعملها سكر كنترول. حلو قوي ده. انا مش سامعه حاجه معايا خلاط. اتفضلي يا شركه. مين؟ فاتن من القاهره. اهلا بيك يا فاتن. الو الو مساء الخير. اهلا مساء الخير. ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه يا عمر؟ الحمد لله بخير بيكي. ربنا يخليكي. انا مبسوطه قوي من البرنامج بتاعكم. البرنامج بتاعكم حلو قوي ومنظم كده، فالواحد بيقدر ياخد المعلومه يعني بسهوله. ربنا يخليكي. وبسلم على اوشي ومش عارفه ميزو. ميزو وميزو. الاثنين احلى من بعض بصراحه. ربنا يخليكي. الاثنين اكثر من بعض وحاجاتكم حلوه قوي قوي وجميله ونظيفه وكل حاجه فيكم حلوه. تسلمي. انا كنت عايزه اسال على الكحك والبسكوت، ولما تيجوا تعملوه لنا الله يخليكم واحده واحده. يعني ايه؟ عشان احنا شويه يعني الكحك والبسكوت بيبقى صعب شويه. طبعا. ماشي. الاسبوع الجاي ان شاء الله هنعمل الكحك والبسكوت. بالظبط. والحلقه هتبقى كلها بسكوت وكحك، مش هنعمل حاجه الا البسكوت والكحك. بالظبط. انا رايي بقى انتوا الاثنين تعملوا حاجه واحده عشان الناس تركز او تساعدوا بعض. عشان نركز. عشان نركز. خلاص حاضر. عارف ممكن نعمل ايه؟ ميرسي خالص يا فاتن. ممكن نعمل حلقه مثلا بسكوت ونعمل صنفين صنفين بسكوت، او ازاي تبقى بسكوت بالبرتقال وبسكوت النشادر وبسكوت مش عارف ايه. فاهم قصدي ايه؟ هو ان شاء الله بس تساعدوا بعض فعلا عشان ساعات الناس. حاضر. هو مش هياخد حاجه باذن الله. بس انا عايز اقول لك انا عملت ايه بسرعه. اوكي. انا حطيت دقيقتين. طب انا اقولها سريعا. بصل مكعب زبده، بصلايه، فص ثوم، قلبته مع بعض. اول ما البصله اصفرت رحت نازل عليها بالخيار، بدات اشوحه معاها تاني. ونزلت لو عندي شوربه ماشي، عندي ما عنديش احط مكعب مرق. اول ما اول ما تاخد غلوتها تمام بحطها في الخلاط اضربها وارجعها تاني واديها شويه كريمه، هتبدا تتقل معايا كده. بص القوام ده كده، انا عايز القوام ده. اوكي. مش عارف الكاميرا جايباه ولا لا. اهو كده حلو قوي. تمام. وكده خلاص انا كده اغرف شوربتي. بص بقى ريحه الزبده الفلاحي. حموت وما بقاش في رمضان وادوق شوربه الخضار. حموت ده انت لو كنت في يوم عادي كنت قطعتكم. ايه شوربه؟ يعني ايه شوربه خيار؟ يعني ايه يا جماعه؟ بصي بقى لو انا هنسحب اللي في الفرن ده ولا ايه؟ انا هقطعها عندك في الدقيقه اللي فاضله. والنبي لا هاتها كده، انا نفسي شم. اصل انا الشم عندي حاسه الشم هي اللي حاسه لا ريحتها خيار. يا نهار ابيض. ده خدي بالك يعني مريحه للمعده كده. قولي اهي دول كده. لا كده شويه باخدهم كده شويه. اوكي بس بس احنا بس ممكن بقى وهو كده بعد اذن سعادتك هاتوا هنا عشان ياخد سيلفي معايا. بس كده لان مش هنلحق نعمل له حاجه. بص استوت اهي وانا كنت رشيت عليها جبنه من فوق. طيب هاتها كده سخنه. اوكي 100 100. واو تمام. واو ما شاء الله. ده ايه ده؟ عيدان كرفس. ده عيدان كرفس. تدي اروم كده بس بتدي بتدي ريحه وحاجه طبعا. رهيبه. تسلم ايديكم. الف هنا وشفا. وشي وميزو ميرسي بجد. ميرسي ميرسي. كالمعتاد كالمعتاد متفوقين على روحكم. وبجد نتمنى ان الساده المشاهدين يجربوا شوربه الخيار دي. بنشوف هتطلع ايه بالظبط. وورقه السجق بجد لطيفه جدا وريحتها حلوه قوي قوي قوي. ما تنسوش الكرفس. أعزائي المشاهدين بنشكركم وبكرة نتقابل إن شاء الله وزميلة جديدة، واستنونا كل يوم بإذن الله في رمضان ومطبخ جديد.